الولاد كلهم كي ولدك هي داك كلشي مشاو قانونيين داك سميتو هذاك ومشاو باش راه خدمه مش باش مشاو حرقوا ما كاينش الخدمه. الكروسه ممنوع تحط، الفراشه ممنوع تحط، هاد الحجر الصحي العراس ما كاينينش. كان ولدي كيسربي وداير كريريسه وعايش بخير، صافي قالوا له الكروسه ما تحطش، العراس ما كاينينش، وهاد الدري باش غادي يعيش؟ وحنا ما عداتوش الكسوه ولا الصباطه ولا عداتو السكنه، ما عندناش السكنه. عداتو السكنه ما عندناش السكنه. عندنا بيت واحد كل شيء فيه. غادي الدري ولا عنده 25 عام. هذاك الشيء اللي دا ولدي انا ما داتو لا كسوه ولا صباطه ولا ماكله ولا شرب، داتو السكنه بغا يدير المستقبل ديالو فين يعيش. ونطلبوا الله تبارك وتعالى من هاد المسؤولين وعدونا يديروا على الوعد تاعهم. الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، يديروا رسوم هذوك وليداتهم، راه وليدات الغد. راه وليدات الشعب وليدات الغد. ونطلبوا الله تبارك وتعالى الله يدير لنا تاويل تاع الخير لنا ولوليداتنا، والله ينصر سيدنا. ونطلبوا الله تبارك وتعالى الله يشافي ويعافي ويشوف من حال الامهات ومن حال العديزات. السلام عليكم. اليوم كنا في المقر ديال وزاره الخارجيه باش نطالبوا على حق وليداتنا اللي غابرين من 16 شهر 12، ما بقينا عرفنا عليهم والو. والحمد لله استجبوا لنا المسؤولين، استجبوا لنا واستقبلونا، وحنا كل امل، كل املنا فيهم وفي الله سبحانه وتعالى باش يلقاو لنا ولادنا جميع. هاد ولاد سيدي حي الكرام، البرنوسي، البيضاغ، سيدي مؤمن، 36 شاب من احسن الشباب اللي ضاعوا، مشاو لتونس ما بقيناش عرفناهم فين كاينين. نتمنوا من الله يلبيو لنا هاد المسؤولين هاد الفرصه اللي عطاونا، وما يكونش اهمال في الملف. وشكرا لكم. خويا انا كنطلب من المسؤولين ومن الناس اللي واصلين يقلبوا لنا على ولادنا. راه خرجوا نهار 16 شهر 12 ما بقينا سمعنا عليهم حتى خبر. هذا الشيء اللي كنطلبوا من المسؤولين ومن الاعلام يوقف معنا وتوقفوا معنا. الله يرحم لكم الوالدين كلهم. سيدي مؤمن مجموعه الكرام اللي حدا طومه، كلهم كيتسموا ولاد طومه، كلهم سيدي مؤمن كامل، ولاد البرنوسي. هاد 38 دري توفوا جوج وباقيين 36، فيها ثلاثه البنات وثلاثه توانسه، حتى هما مشدودين مع ولادنا، ما عرفنا ميتين ولا حيين. مشاو دفعات من 8 من 9 من 10. ولدي انا مشى نهار 15 شهر 10، كاين اللي مشى شهر 11، كاين اللي مشى تقربوا يخرجوا، كل واحد ومعاش مشى. انا ولدي خرج قانوني لتونس، مشى تما كيعيط ليا كيقول لي يا ماما، كلهم مشى تما كيعيط ليا كيقول لي يا ماما صيفط لي الفلوس، لقيت ولاد الدرب حارقين راني غنحرق معاهم. ما نكذب على الله، صيفط لي الفلوس، دا هو معاه شي حاجة وصيفط لي أنا الباقي ومشاو، مشاو قانونيا خرجوا، ما مشاوش كلهم دراري، كلهم. نهار 16 شهر 12 قالوا لنا ماما راه حنا غيخرجونا الليلة، نهار مع الخميس، صبحت في وجههم الجمعة من تما قالوا لنا في الحجر الصحي في لوكا في باطو راه حدا لانبادوزا. بقينا كنتسناو 20 يوم، كل نهار كيقولوا لنا هنا، كيقولوا لنا هنا، في الاخر حتى كنكتشفوا جوج جوتات 7 مارس، جوج جوتات كانوا مع ولادنا، كان ولدي كيصورهم معاه في شونبا، هما ديكلاروش فيهم من نهار 16 شهر 12، وعندهم باسبور، عندهم كل شيء، عندهم كل شيء. حنا دابا كنطلبوا من الناس المسؤولين يقلبوا لنا على وليداتنا. حنا راه ما عندنا جهد يلا، ولكن الناس الواصلين يهضروا مع وزارة الخارجية ديال تما، يهضروا راه خصهم يوقف معانا. هادشي اللي كاين، حنا استقبلنا الله يعطيهم الخير، حيت هذا واجب. حنا اللي تنتمنى هاد الوعود اللي تعطاتنا تحقق بالفعل كيف ما قالوا لنا، واستقبلنا السيد هنا في الوزارة يحقق لنا هاد الأمنية ديال هاد الوليدات كلهم وهاد الأمهات كلهم. نهار 16 شهر 12 2021 دخلوا قانونيا لتونس، اختفوا، حتى خبر ما كاينش عليهم. معاهم ثلاثة البنات باقيين شابات مزوجات بالرجال ديالهم غابرين معاهم، والشيء الاخر شباب ها انت تتشوف ها هما كيف دايرين. وحده كلهم زوجين.
توقفوا جوج وليد وهاد المجموعه هاد الوليدات ديالنا ولاد سيدي مؤمن والبرنوسي والناعم والحي راه ولاد الكرام توفوا فيهم جوج الوليدات كانوا مع اولادنا واحد تلاح في قرقنه وواحد في الصفاقس تنتمنوا كيفاش هاد الوليدات بالفعل يحقوا وتنتمنوا يكونوا قد كلمتهم يحقوا لنا هاد الهضره وانا كنمثل الامهات اللي هما الامهات ديالنا الاخ ديال حركه عبد الرحيم خويا حنا درنا ديكلاراسيون من هنا من واحد 3 شهور هذه ما عمرنا سمعنا لا اتصالات من المسؤولين ولا من اي انسان واليوم جينا من بعد الضجه استقبلونا خداو الاقوال ديالنا حنا 4 شهور هذه ما خصناش الاقوال خصنا الفعل والخدمه باش هاد الوليدات والامهات هادو ان شاء الله يرتاحوا انا كنطلبوا من صاحب الجلاله ومن صاحب المسؤولين يكون واحد الدخل وما يكونش اهمال في الملف ويكون بحث جاري اللي فرحت الامهات هذه وحنا دوله الحمد لله مستقره وديبلوماسيه العلاقه عندنا طيبه مع جميع البلدان كنتمنوا من الله المسؤولين والمسؤولين المغاربه باش ان شاء الله يعطيونا اخبار كانوا ميتين يجيبوا منين كانوا حيين يعطيونا الاخبار ديالهم